أكد عضو كتلة المستقبل طارق المرعبي أن صلاحيات الرئيس المكلف واسعة ولن يسمح بالمساس بها. المرعبي كان يتحدث خلال استقباله مواطنين وهيئات سياسية وبلدية واختيارية في مكتب منسقية عكار بتيار المستقبل في خريبة الجندي. صار في وعود وأفرقاء سياسيين ما كانت على قد الوعد، لأن احنا سمعنا أول ما كان في تسمية دولة الرئيس لتشكيل الحكومة العتيدة كان في 111 صوت، يعني هذا شيء بدل على ثقة عالية، والدستور عاطي صلاحيات واسعة جدا لرئيس حكومة، ونحن ما بنقبل أبدا أبدا حدا يمس فيها. ما في مهلة معينة لتشكيل حكومة، المهلة مفتوحة إلى ما شاء الله. المرعبي كان قد شارك إلى جانب النائبين محمد سليمان ووليد البعريني في حفل تخريج تلامذة الشهادات الرسمية في مجمع القرقف في عكار، داعيا إلى ضرورة افتتاح فرع للجامعة اللبنانية في المنطقة في أقرب وقت، لأن ذلك حق لكل طالب عكاري. أما النائب محمد سليمان الذي طالب بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء مبنى للجامعة اللبنانية في منطقة ببنين، فشدد على أن الرئيس سعد الحريري مستمر بعمله الإنمائي ومصر على تشكيل حكومة وفاق وطني. إننا إلى جانب دولة الرئيس الحريري في مساعيه لتأليف، وهو المتسلح بالصبر والإيمان متخذا الدستور حكما واتفاق الطائف مرجعية ومصلحة لبنان واللبنانيين، هدفا للوصول إلى تشكيلة حكومة وفاق وطني تكون قادرة على مواجهة التحديات، بدءا من مكافحة الفساد ومعالجة هموم المواطنين من كهرباء ونفايات وخلق فرص عمل. النائب وليد البعريني شدد بدوره على ضرورة إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار. هذا القابل يؤكد حاجة عكار لبناء الجامعة اللبنانية بكل فروعها، ويساهم في الحفاظ على أجيالنا، فإذا كان عكار بخير فكل لبنان هو بخير. وفي ختام الحفل تم تقديم دروع وشهادات تقديرية على المتفوقين.